مرحبا، احنا في كورس الايكون 101 سبرينغ 2016، منا نكمل في سوق المنافسه الكامله البيرفكت كومبيتيشن. الحصه اللي فاتت احنا حكينا عن اربع خصائص لازم تكون عشان السوق عندي يكون على شكل منافسه كامله بيرفكت كومبيتيشن. هاي الخصائص الاربعه منها انا بستنتج رسمه البيرفكت كومبيتيشن. اوكي، هاي الخصائص الاربعه بذكرك فيها هي ماني بايرز اند سيلرز، واحد، اثنين السلع متجانسه هوموجينيس او ايدنتيكال برودكتس، ثلاث بيرفكت انفورميشن عندي معلومات كامله عن السلعه، اربعه نو باريرز تو اكزيت او تو انتر، ما عندي عوائق دخول او خروج للبروديوسرز في البيرفكت كومبيتيشن، ومنها انا بوصل لهاي الرسمه. تمام، انا بدي اعطي هلا اول شيء جديد في بدايه هذا السيشن. كلنا بنعرفه شيء اسمه مارجنال، اخذنا احنا مارجنال يوتيليتي، مارجنال كوست، ومارجنال برودكت. في البيرفكت كومبيتيشن بدنا ناخذ شيء اسمه مارجنال ريفينيو، ام ار. المارجنال في الاقتصاد معناتها اضافي. اوكي، ام ار هي قانونها دلتا تي ار على دلتا كوانتيتي. alright، الـ MR هي الإيراد الحدي، الإيراد الحدي يعني الإضافة في الإيرادات الناتجة عن زيادة البيع بوحدة واحدة. alright، وهي قانونها دلتا تي آر على دلتا كيو. هلا إذا بنتذكر رسمة البيرفكت كومبيتيشن، إحنا بنعرف إنه السعر في سوق المنافسة الكاملة جاي من تقاطع العرض والطلب. إذن مين اللي بحدده؟ بحدده الماركت فورسز اوف سبلاي اند ديماند. تمام، عشان هيك السعر بيكون ثابت. وانا بعرف انه قانون التي ار توتال ريفينيو هو بي في كيو. إذن بي في بي ثابت، الكميه اللي بتتغير عندي دلتا كيو على دلتا كيو. alright، زي ما بنلاحظ في عندي تشابه بين البسط والمقام، دلتا كيو مع دلتا كيو بتروح بصفي عندي بي. اذا في سوق المنافسه الكامله ام ار تساوي بي، اذا هذا الخط الافقي هو نفسه ام ار، العائد عفوا الايراد الحدي، الايراد الحدي في سوق المنافسه الكامله هو نفسه سعر البيع في السوق. كمان شغله انا بدي احكيها، شغلة جديدة ممكن احنا يعني نتعرف عليها، هي الافريج ريفينيو، متوسط الايرادات. متوسط الايرادات، الافريج ريفينيو قانونه بيحكي لي تي ار على كيو، تي ار على كيو. اوكي، متوسط الايرادات، طبعا تي ار توتال ريفينيو هي بي في كيو، على كيو كيو مع كيو بتروح بضل عندي البرايس. اذا في سوق المنافسة الكاملة الافريج ريفينيو متوسط الايرادات هو نفسه البرايس. تمام، وهو نفسه طبعا الديماند. اذا هذا الخط الافقي، هذا الخط الافقي اللي هو بي هو نفسه الديماند وهو نفسه اي ار. طبعا ام ار اشتقناها كيف تساوي بي، و AR اشتقناها وشفنا كيف تساوي P. والديماند كيرف زي ما حكيت أنا في المحاضرة السابقة، حكينا إنه الديماند كيرف هون perfectly elastic، يعني أي واحد أي سيلر حاول يغير بشكل بسيط في السعر بصير عندي تغيير كتير كبير في الكمية المطلوبة. طيب بهمني انا اتعلم، اوكي ستوب، هلا بدي اشرح يعني. اوكي، بهمني انا في سوق المنافسه الكامله اعرف ثلاث حالات، ثلاث حالات رئيسيات بتمر فيها المنشاه الفيرم في سوق المنافسه الكامله. عندي بروفيت، عندي خساره، وعندي بريك ايفن، عندي نقطه تعادل. خلينا نبلش في الحاله الاولى. اوكي، اللي انا من خلالها بدي اشوف قديش هاي المؤسسه، قديش هاي الفيرم
بتربح في سوق المنافسة الكاملة. قبل ما أروح للرسمة بدي أنا أكتب معادلة الربح البروفيت. البروفيت زي ما إحنا تعلمنا هو الفرق، هو الفرق بين الإيرادات الكلية والتكلفة الكلية. هو الفرق بين الإيراد الكلي TR Total Revenue minus Total Cost. إذن الإيراد الكلي قانونه PM في Q minus PC في Q. إذا بطلع للتبسيط Q عامل مشترك Q في PM minus PC. هيك أنا بوجد أرباح المؤسسة في المنافسة الكاملة، وهذا القانون مش جديد علينا. إذن أنا بحاجة ل Q الكمية المنتجة، سعر السوق وسعر التكلفة. من هاي الرسمة، أوكي موجود عليها سعر السوق اللي هو الخط الأفقي. إذن هذا PM، PM سعر السوق. هلا أنا عشان أقدر أحدد الأرباح بحاجة برضو لا الكمية وسعر التكلفة، الكمية وسعر التكلفة. في سوق المنافسة الكاملة عندي مبدأ، عندي زي قانون بيحكي لي الكمية اللي بيصير تعظيم أكبر قدر من الأرباح عندها هي الكمية اللي بتتحدد من تساوي MR مع MC، المارجنال كوست مع المارجنال ريفينيو. في هاي الرسمة الأصلية أنا بس عندي المارجنال ريفينيو اللي هو نفسه الديماند، اللي هو نفسه الأفريج ريفينيو، اللي هو نفسه البرايس. إذن أنا بحاجة ل التكلفة الحدية، لمنحنى التكلفة الحدية زي ما بنعرف شكله زي الصح. هذا منحنى المارجنال كوست، التكلفة الحدية اللي من خلاله أنا بدي أوجد الكمية اللي ممكن أسميها الكمية المثلى، الأوبتيمال كوانتيتي، اللي عندها بيكون أكبر قدر من الأرباح اللي أنا بهمني أوجد الأرباح عندها. تمام؟ هلا هذا الـ MC وهذا الـ MR وين بتقاطعوا؟ بتقاطعوا في هاي النقطة، هاي النقطة أنا بهمني أعرف الكوانتيتي عندها. أوكي كيف بدي أعرف الكوانتيتي؟ بدي عند هاي النقطة طبعا بدي أنزل خط على الـ X axis عشان أعرف قيمة الكوانتيتي. إذن هاد الكوانتيتي هي اللي أنا بدي أحطها في المعادلة عشان أوجد الأرباح. هاي الكوانتيتي بدي أسميها Q star. هاي الكمية المثلى اللي بيتم تحقيق أكبر قدر من الأرباح للمنشأ عندها. ليش؟ كمان شوي بنشوف. نرجع للمعادلة الأصلية. إذا أنا بعرف موقع PM وهلا من MC MR عرفت Q، ضل عندي PC. السؤال كالآتي، كيف أنا بدي أعرف قيمة Price of Cost، قيمة التكلفة لليونت الواحدة؟ برجع للرسمة الأصلية. عشان أنا أقدر أعرف الـ Price of Cost لليونت الواحدة بحاجة أنا لمنحنى التكاليف، اللي هو Average Total Cost، متوسط التكلفة الكلية لليونت الواحدة عشان أنا أقدر منه أطلع PC. لو فرضنا الـ ATC بيجي كالآتي لهاي المنشأة أو في هاي الحالة، بدي أنا أعرف PC. من خلال ATC أنا بقدر أعرف PC. ليش؟ عشان أعوضه في المعادلة اللي عندنا هون وأوجد الأرباح. هلا كيف بدي أعرف قيمة PC من منحنى ATC؟ بستعين من الخط النازل من MC ل MR على Q اللي هو هذا الخط المتقطع، منه وين بقطع او وين بمس منحنى الـ ATC بيكون عندي، الـ PC. اذا بنشوف هذا الخط المتقطع بقطع، منحنى الـ ATC في هاي النقطة. اذا انا بدي اعرف قيمة هاي النقطة عشان اطلع PC. عشان اعرف قيمتها بمد خط للـ Y axis. هذه بتكون قيمة PC لليونت الوحدة. إذا أنا استخدمت منحنى هذا بالأحمر الـ ATC عشان أقدر أعرف PC. في هاي الحالة، صار عندي PM، عندي PC، وعندي الكمية المثلى. بقدر أعوض في هذا القانون، وأوجد الأرباح.
هاي كانت الحالة الأولى. الحالة الأولى أوكي اللي عندي بيكون فيها profit. في هاي الحالة التوتال ريفينيو بده يكون أكبر من التوتال كوست عشان يطلع عندي بروفيت بالموجب. ليش هاي الحالة فيها توتال ريفينيو أكبر من توتال كوست؟ ليش؟ لأنه هون عندي قيمة البي ام أكبر من البي سي. هاي البي ام بيجي فوق البي سي، إذا هاي الحالة ربح. هاي كانت الحالة الأولى. خلينا هلا ناخذ الحالة الثانية في سوق المنافسة الكاملة. قبل ما احكي لك اسم هاي الحالة، خلينا نطلع على الرسمة. هون عندي المارجنال كوست، هون عندي الديماند كيرف اللي هو نفسه مارجنال ريفينيو افريج ريفينيو او البرايس. خلينا نعتبر انه هون عندي الافريج توتال كوست جاي بهذا الشكل اي تي سي، وانا بهمني اشوف شو وضع هاي المنشأة، هل هي بتربح هل هي بتخسر. اوكي طبعا نرجع للمعادلة الاصلية عشان انا اعرف اذا المؤسسة بتربح او بتخسر. بدي كيو، بدي بي ام، بدي بي سي. بي ام هيها موجودة، كيو من تقاطع، هي كيو المثلى اللي بتم تحقيق اكبر قدر من ارباح عندها بسميه بروفيت ماكسيمايزيشن، هيها موجودة. اوكي بحاجة انا هلا لبي سي. هاي المنشأة الاي تي سي منحنى المتوسط التكلفة الكلية زي ما بنشوف عالي، اجى لأعلى من البي ام، فانا بدي اعرف بي سي. عشان اعرف بي سي زي ما تعلمنا في الحالة الاولى، بهمني هذا الخط المتقطع اللي من ام سي او ام ار نازل على كيو، بهمني يوصل للاي تي سي. وين الاي تي سي؟ الاي تي سي فوق، اذا انا بدي اوصله للاي تي سي. قطعه في هاي النقطة، بدي اعرف قيمة هاي النقطة. هاي النقطة بتكون هي الـ price of cost. price of cost زي ما احنا شايفين، هاي المؤسسة عندها تكاليف عالية عشان هيك اجى الـ ATC فوق. اوكي ومنشوف انه PC اكبر من PM. PC اكبر من PM. هاي الحالة، الحالة الثانية، الحالة رقم 2 هي حالة loss، خسارة. ليش؟ لأنه هاي المنشأة عندها تكاليف عالية، PC أكبر من PM، بتبيع بسعر أقل من تكلفتها، وبالتالي هي بتخسر. عشان PC أكبر من price of market، سعر البيع اللي هو PM، التوتال ريفينيو شو بده يكون؟ التوتال ريفينيو بده يكون أقل من التوتال كوست، وبالتالي قيمة البروفيت بالسالب، أي خسارة. أي خسارة. طبعاً شو لازم هاي المنشأة تسوي إذا كان عندها تكاليف عالية؟ أنا عشان أقدر أزيد الأرباح، في ثلاث شغلات موجودين عندي في المعادلة: Q, PM و PC. شو لازم تسوي عشان تربح؟ إذا كان إجابتك إنه تزيد السعر، خطأ. ليش؟ لأنه السعر ما بتحدده المنشأة، ما بتحدده الفيرم، بحدده الماركت فورسز أوف سبلاي أند ديماند. أوكي؟ كيو أنا ما بقدر أغيرها، لأنه إذا أخذت كيو أكتر من كيو ستار أو كيو أقل من كيو ستار، الأرباح بتكون أقل أو الخسارة بتزيد. أوكي الإشي الوحيد اللي أنا بقدر أو المنشأة بتقدر إنها تغيره هو البرايس أوف كوست، لازم تقلل التكاليف لحد ما توصل لبي أم أو أقل عشان تقدر تربح. هاي كانت الحالة الثانية اللي بيكون فيها برايس أوف كوست أعلى من PM أو التوتال ريفينيو أقل من التوتال كوست. زي ما شفنا في الحالة الثانية الخسارة، لما بيكون عندي price of cost لليونت الواحدة أكبر من PM، بيكون عندي التوتال ريفينيو أقل من التوتال كوست، وبالتالي هاي خسارة. تمام، ولكن هون في نقطة مهمة جدا عندي. في حالة الخسارة، في حالة إنه كان PC أكبر من PM، بهمني أنا منحنى متوسط التكلفة المتغيرة الكلية اللي هو الـ average variable cost، متوسط
التكلفة المتغيرة. تمام؟ أنا هون عندي حالتين من الحالة الثانية، تنتين خسارة، عندي بي سي أكبر من بي أم وبي سي برضو هون أكبر من بي أم. ولكن انتبه، بدي أرسم أنا الأفريج فاريبل كوست في حالتين. خلينا نأخذ إذا كان الـ AVC كالآتي، في هاي الحالة إذا أنا بدي أعرف قيمة الـ AVC لليونت الواحد اللي أنا بنتجها وببيعها، بدي أشوف هذا الخط النازل من MC لـ MR وين بمس في الـ AVC. هاي النقطة، هاي النقطة بدي أعرف قيمتها، بمد خط على الـ Y axis. هذه بتكون price of VC، تكلفة متغيرة لليونت الواحدة. بما انه بي ام انا ببيع بسعر اعلى من بي في سي، اذا هون انا بخسر ولكن بضلني في السوق. خلينا ناخذ الحاله الثانيه من الحاله الثانيه. اذا كان عندي الاي في سي كالاتي، اي في سي، لاحظ الاي في سي اعلى من بي ام. عشان انا اعرف قيمه الاي في سي بدي امد خط من هاي النقطة وين أمسي بقطع أم آر، هايها على كيو، بدي أمد خط لحديت ما يمس الـ AVC. هاي AVC، هاي بمد على الـ Y axis وبدي أعرف قيمتها PVC. إذا بتلاحظ هاي المنشأة بتخسر لأنه PM أقل من PC، وهاي المنشأة مش بس بتخسر، هاي المنشأة التكلفة المتغيرة الكلية للوحدة الواحدة هي أكبر من PM. يعني انا ما بقدر، انا مش عمال هاي المنشأة مش عمالها بتغطي التكاليف المتغيرة. في هاي الحالة لازم المنشأة تغلق، وبسمي هاي الحالة شت داون. عندي لوس مع شت داون، هاي الحالة بسميها شت داون. شت داون طبعا اكيد في عندي لوس لانه بي سي أكبر من بي أم بخسر، وبالتالي لوس. أوكي، وبرضو أنا مش بس بخسر، لازم أغلق. هاي يجب أن تغلق، ليش؟ لأنه بي في سي التكلفة المتغيرة لليونت الواحدة أكبر من بي أم. أنا مش عمالي بغطي التكاليف المتغيرة، وبالتالي يجب أن تغلق هاي المنشأة وتطلع من السوق. ولكن إذا نرجع لهاي الحالة، برضو لوس، هاي الحالة لوس. ليش؟ لأنه عندي بي أم أصغر من بي سي، ولكن ما عندي شت داون. نو شت داون، ما بتغلق المنشأة. ليش؟ لأنه بي أم أكبر من price of variable cost. إذا ملاحظ PM أكبر من price of variable cost، إذا تخسر ولكن لا تغلق، لأني أنا ببيع بسعر أعلى من سعر التكلفة المتغيرة، أنا بغطي التكلفة المتغيرة. في حال تغطيتي للتكلفة المتغيرة في حالة الخسارة، أنا بخسر ولكن I stay بالماركت على أمل أني أقلل التكلفة الكلية. اوكي، هذول حالتين انا حاله بسوي فيها شت داون وحاله ما بسوي فيها شت داون، بناء على الافريج فاريبل كوست. الافريج فاريبل كوست اذا انا بغطيه في هاي الحاله ما بغلق. اذا انا ما بقدر اغطيه، يعني ببيع بسعر اقل منه، معناته اي هاف تو شت داون. هذول الحالتين اوكي بتفرعوا من حاله الخساره اللي هي الحالة الثانية. طيب هلا احنا بدنا ناخذ الحالة الثالثة، بس قبل ما ناخذ الحالة الثالثة خلينا نتذكر. الحالة الأولى كانت حالة الربح، لما أنا ببيع بسعر بي أم أكبر من سعر التكلفة price of cost. أوكي، والحالة الثانية حالة الخسارة اللوس، اللي أنا ببيع بسعر أقل من سعر التكلفة PC. أوكي، واللي بتفرع منها حالتين، خسارة دون إغلاق أنا بغطي فيها التكلفة المتغيرة، وخسارة مع إغلاق أنا ما بغطي فيها التكلفة المتغيرة.
اذا انا ما بغطي التكلفه المتغيره لازم هاي المنشاه تسكر. اوكي، اللي بيحدد لي اذا لازم تسكر او لا هو منحنى الـ A V C. نروح للحاله الثالثه من هاي الرسمه اللي انا بدي انت تستنتج اسمها. تمام، طبعا هاي منشاه في سوق المنافسه الكامله، عندي بي ام بحاجه لكيو. كيف بحدد كيو؟ من منحنى المارجنال كوست وتقاطعه مع الام ار، وهذا ما بتغير، ثابت لكل الحالات. بدي اعرف قيمه كيو عند هاي النقطه، بنزل خط، هاي بتكون كيو المثلى كيو اللي بيصير عندها بروفيت ماكسمايزيشن. اوكي، انا صار عندي بي ام وعندي كيو ستار، شو ضل لي عشان اعرف الارباح؟ منحنى التوتال كوست، الافريج توتال كوست. لو فرضنا هاي المنشاه عندها الاي تي سي كالاتي، اي تي سي، شو بنلاحظ؟ عشان انا اقدر احدد الارباح كيو بي ام بي سي، هاي كيو وهاي بي ام، بدي بي سي. بي سي من هذا الخط النازل من ام سي مع ام ار على كيو، وين بقطع الاي تي سي؟ برضه في هاي النقطه، برضه في هاي النقطه. اذا عند هاي النقطه بدي اعرف قيمتها، بمد خط وهاي بتكون بي سي. اذا بنلاحظ بي سي تساوي بي ام، بي سي تساوي بي ام، وبالتالي التوتال ريفينيو شو ماله؟ يساوي التوتال كوست. في هاي الحاله بروفيت شو ماله؟ يساوي زيرو. هاي الحاله، بسميها بريك ايفن، يعني تعادل. بريك ايفن يعني تعادل، ليش؟ لانه انا ببيع بنفس سعر التكلفه، وبالتالي البروفيت تساوي زيرو، وهون عندنا عند هاي النقطه، هاي بسموها بريك ايفن، بوينت، نقطة التعادل اللي بتساوى عندها كل من price of market, price of cost, AR و MR. فهي الحالة ما بيكون عندي أرباح، الأرباح بتكون زيرو. ليش؟ لأن total revenue يساوي total cost. ليش؟ لأنه PM تساوي PC، سعر البيع مساوي لسعر التكلفة. هاي كانت الحالة الثالثة والأخيرة. هون عندي اكزامبل بعد ما اخذنا ثلاث حالات عشان نشوف اذا احنا فاهمين. هذه منشأة في سوق المنافسة الكاملة، وانا بهمني اوجد البروفيت، فايند البروفيت. طبعا البروفيت توتال ريفينيو ماينس توتال كوست، بي ام في كيو ماينس بي سي في كيو، كيو عامل مشترك، كيو في بي ام ماينس بي سي. اوكي، بدي اطبق على هذا القانون. مفتاح الحل، اني اوجد هدول الثلاث من خلال الرسمه، اول واحد بوجده هو الخط الافقي اللي هو بده يكون 10. ايش بدها تكون 10؟ بدها تكون بي ام. اورايت، اذا عندي 10 بي ام. ايش بالنسبه للكميه المثلى؟ زي ما حكيت قبل، الكميه المثلى تتحدد من تقاطع ام سي مع ام ار. هاي عندي ام سي وهاي عندي ام ار، تتحدد من هاي النقطة، هي 5، وعندي بي ام 10، بضل عندي بي سي. بي سي من الخط النازل من تقاطع ام سي مع ام ار، وين بمس منحنى الاي تي سي؟ عند هاي النقطة. هاي شو قيمتها؟ 8، بدها تكون البي سي. اذا الكمية المثلى 5 ضرب بي ام 10 ماينس 8، وتساوي 5 في 2 وتساوي 10 دولار. ارباح هاي المؤسسه 10 دولار. طبعا من الرسمه واضح انها ارباح لانه بي ام اكبر من بي سي. تمام، انا هون عندي كمان مثال، ولكن هذا المثال انت لازم تحله. عندي ام سي مع ام ار، اوكي، وعندي الاي تي سي والاي في سي. المطلوب منك انك انت توجد قيمة الارباح
اوكي قيمه الارباح او ممكن الخساره او ممكن تعادل قيمتها. واذا في خساره تحكي لي اذا هاي المنشاه الفيرم لازم تسكر، لازم يصير عندها شت داون او لازم تضلها.